هل تعرفون أمين أجالاروف؟ إنريكي غليسياس الشرق الأقصى؟ ولد المغني ورجل الأعمال الروسي من أصل أذربيجاني أمين أجالاروف في 12 من ديسمبر 1979 في باكو أذربيجان، وهو ابن أراس أجالاروف رجل الأعمال الروسي الأذربيجاني الذي تقدر ثروته ب 1.1 مليار دولار وفقاً لمجلة فوربس. بعد دراسته الاقتصاد في جامعة ولاية نيويورك، دخل أمين عالم الموسيقى واشتهر في العقد الأول من القرن 21 في أذربيجان وروسيا بفضل أغانيه الناجحة مثل ستيل وإن أنذر لايف. إلى جانب الموسيقى، يعد أمين أجالاروف واحداً من أنجح رواد الأعمال في مجال العقارات والتكنولوجيا وإدارة الفنادق، وهو ناشط في الأعمال الخيرية. عام 2006 تزوج أمين من ابنة الرئيس الأذربيجاني ليلى علييفا، وأنجبا توأمين وتبنيا ابنة اسمها أمينة قبل أن ينفصلا عام 2015. وفي عام 2013 تعاون مع ترامب لتنظيم مسابقة ملكة جمال الكون في موسكو، وبعد 5 سنوات تزوج من عارضة الأزياء إليونا غافريلوفا وأنجب منها ابنة اسمها أثينا، انفصل عنها بعد 2 من الزواج، ثم عادا لبعضهما البعض عام 2021.